ايه المشاكل اللي بتواجهنا؟ المشاكل اللي بتواجهنا اولا ان مفيش خطة واضحة لتشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات. في مبادرات كتير بتعملها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اللي دايما مفيش اللي هو بيتسمى ماستر بلان. لسه الجماعة لحد دلوقتي بتوع السجل التجاري مش فاهمين الأنشطة قوي، وبيدخلوا الأنشطة في بعضي، وبياخد الواحد شهرين أو ثلاثة عشان يأسس الشركة. بعد كده بيروح ياخد رخصة مزاولة المهنة من إتيدا، دي بتطلع بسهولة شديدة صراحة. نيجي الإتيدا، انت علشان تسجل عندهم لو كنت شركة متناهية الصغر او كنت واحد راجل فريلانسر بتشتغل لوحدك ما تعرفش، هو عايز شركة قائمة. فنتمنى ان هم يعملوا زي ما بيسمحوا للفريلانسرز ان هو يسجل حقوق ملكية فكرية البرنامج باسمه، ان هو يسجل في إتيدا كمبرمج مستقل، لان المبرمج المستقل ده بعد كده بيبقى كادر بعوز انا عندي في الشركة. النقطة الثالثة ان هذه الصناعة او شغلانة المبرمج شغلانة ملهاش يعني حاجة تلمها، ملهاش نقابة، ملهاش جمعية. ودي حاجة بنتكلم فيها بقالنا فترة طويلة، دي عاملة مشاكل. عندنا مشكلة تانية في حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات المصري، على الرغم ان في قانون وان في مباحث مصنفات بتنزل وتدور، بس للأسف عادة هما بينزلوا يدوروا على اللايسنسز بتاعة الويندوز والأوفيس. انما لو انت مثلا واخد برنامج حسابات من شركة مصري وواخده من غير رخصة، عادة ما بيبصوش على الموضوع ده الا لو كان بلاغ بتوجه من الشركة اللي عاملة. فدي نقطة. عندنا صدر لو انا فاكر صح سنة 2005 القانون بتاع التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية، والقانون ده حتى يومنا هذا بعدها ب 11 سنة لم يفعل بالكامل. فنتمنى ان احنا نشوف هذا القانون مفعل 100%، لان ده هتسهل حاجة هتفتح مجال عمل لصناعة تكنولوجيا المعلومات، اللي هي كل اشكال التعاملات اونلاين او الاونلاين ترانزاكشنز، اللي هي هتبقى بعد ما القانون يطبق بالكامل موثقة ولها قوة المستند الموقع والممهور بختم. الحاجة الاخيرة ان احنا برضو في مشاكل التشريع، النقطة الاخيرة انه الكثير من الجرائم الالكترونية ما كانش لسه ليها قانون. هو في قانون بيطلع وشفت المسودة بتاعته للجرائم الالكترونية، الا ان هناك بعض المواد فيه، وانا اتذكر مادتين بالذات، طبعا مش فاكر ارقامهم بس اتذكر مادتين بالذات، المادتين الاتنين يخوفوا. المادة الاولى بتقول انه لو حصل اختراق للنظام بتاع جهة معينة او شركة معينة نتيجة اهمال، هم استعملوا كلمة اهمال، القائم على تشغيل هذا النظام، يعاقب القائم على تشغيل هذا النظام بعقوبة تصل للحبس. طيب المشكلة مين اللي هيقول اذا كان ده اهمال ولا مش اهمال؟ المادة التانية وهي اخطر من المادة الاولانية، قالت ان اي حد يوجد عنده برامج ممكن تستخدم في اختراق الأنظمة أو في الهاكينج عموما، وهذه البرامج هي في القانون قالوا إنها عنده بغرض إنه يرتكب جريمة، يقع تحت طائرة القانون. طيب هو حيازة هذه البرامج أمر طبيعي جدا، ومش المفروض ان هو يجرم، ومش المفروض ان انا بقى متحط تحت قصة انت هتخش في ضميري وانا غرضي من حيازتها ايه. اي شركة اي تي محترمة لما بتعمل سيستم بتستخدم برامج مختلفة لمحاولة اختراق السيستم اللي هي عاملاه، عشان تتأكد ان هذا النظام امن بما فيه الكفاية. بل في شركات ومنها شركات كويسة هنا في مصر شغلتها في الحياة ان انت بتأجرهم بفلوس انهم يحاولوا يخترقوا المنظومة الامنية بتاعتك علشان تتأكد ان نظامك امن.